السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأها ببسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هتكلم معاكو عن إزاي بيتم ترتيب الفيديوهات في محرك بحث اليوتيوب، إزاي فيديوهاتك تظهر في نتائج البحث الأولى في محرك بحث اليوتيوب ومحرك بحث جوجل. هل في علاقة بين ترتيب الفيديوهات في محرك بحث جوجل ومحرك بحث اليوتيوب؟ ايه هي العوامل اللي بتأثر في ترتيب الفيديوهات في محرك بحث جوجل ومحرك بحث اليوتيوب؟ ايه هي الكلمات الرئيسية اللي بيتم البحث عنها في محرك بحث جوجل؟ وإيه هي الكلمات الرئيسية اللي بيتم البحث عنها في محرك بحث اليوتيوب؟ إزاي فيديوهاتك تتصدر نتائج البحث الأولى في محرك بحث جوجل ومحرك بحث اليوتيوب؟ إيه هي مقاييس التفاعل اللي بتأثر على ترتيب الفيديوهات في النتائج الأولى أو النتائج المتأخرة في محرك بحث جوجل ومحرك بحث اليوتيوب؟ هي دي المعلومات اللي أنت هتاخدها النهاردة من حلقة اليوم. لو أنت مهتم بالموضوع تابع معايا الفيديو الآخر لو أنت المعلومة عندك. شكرا لحضرتك. يلا بينا شباب نشوف الموضوع ده بيقول إيه. الكثير من الأسئلة بتكون أو بتدور حول سؤال معين، إزاي فيديوهاتي تتصدر نتائج البحث الأولى سواء كان في محرك بحث جوجل أو محرك بحث اليوتيوب أو أي محرك بحث آخر. لكن الأهم من أن أنت تسأل السؤال، لازم تعرف الأول إزاي بيشتغل محرك بحث جوجل، إزاي بيرتب الفيديوهات وبيعرضها وبيديها ترتيب ازاي في نتائج البحث. نفس الامر بالنسبة لمحرك بحث اليوتيوب. اولا حضرتك لازم تعرف ان سواء كان محرك بحث جوجل او محرك بحث اليوتيوب، آلية العمل واحدة، الهدف واحد في ترتيب الفيديوهات في نتائج البحث. ايه هو الهدف؟ الهدف هو عرض الفيديوهات الأكثر ملائمة مع عمليات البحث التي تمت على الكلمة الرئيسية. يبقى ده هو هدف محرك بحث اليوتيوب ومحرك بحث جوجل، إن هو عرض الفيديوهات الأكثر ملائمة أو النتائج الأكثر ملائمة مع عمليات البحث التي تمت على أو عن كلمة رئيسية معينة. ده هو يعني زي ما بنقول كده، ده الأساس اللي حضرتك مفروض تعرفه عشان تعرف بعد كده إزاي فيديوهاتك هيتم ترتيبها في محرك بحث اليوتيوب أو محرك بحث جوجل، وإيه هي العوامل اللي بتأثر في الترتيب ده سواء كان بتصدر الفيديو نتائج البحث الأولى أو إنه يتأخر في الترتيب، الرانك بتاع الفيديو في نتائج بحث اليوتيوب. دي أول نقطة قلنا هدف محرك بحث يوتيوب إيه، ونفس الهدف بالنسبة لمحرك بحث جوجل، لأن الاتنين آلية العمل بتاعتهم واحدة، هو إن هو عرض الفيديوهات الأكثر ملائمة مع عمليات البحث التي تمت على كلمة رئيسية معينة. لكن خلي بالك بقى، في عوامل بتأثر في ترتيب الفيديوهات دي. يعني هو الأول محرك بحث اليوتيوب أو محرك بحث جوجل هدفه إن هو بيعرض الفيديوهات اللي فيه ملائمة بينها وبين عمليات البحث اللي تمت بمعرفة المشاهدين على كلمة رئيسية معينة. خلاص، طب هو فرض ان كلمة رئيسية معينة تم البحث عليها،
أو نتيجة بحث معينة تمت البحث فيها على كلمة رئيسية مثلا زي الربح من اليوتيوب. خوارزميات البحث في اليوتيوب أو خوارزميات البحث في جوجل لقت إن في 10 فيديوهات، ده مثال على فكرة بس عشان أوصل لحضراتكم الفكرة بتتم إزاي، عشان تقدر في حاجات معينة تعملها تقدر إن أنت توصل فيديوهاتك إنها تتصدر نتائج البحث الأولى سواء كان في محرك بحث جوجل أو محرك بحث اليوتيوب. الخوارزميات لقت إن في 10 فيديوهات هم الأكثر ملائمة مع عملية البحث اللي تمت على كلمة زي مثال اللي احنا قلناه ايه، الربح من اليوتيوب. طيب هل العشر فيديوهات دول هياخدوا ترتيب واحد؟ لا طبعا، مفروض ان خوارزميات البحث يعني هترتب الفيديوهات دي من 1 إلى 10. لكن هنا في حاجة ومعلومة جديدة لازم حضرتك تعرفها، ايه هي بقى العوامل اللي هتستند عليها خوارزميات البحث في محرك بحث يوتيوب وخوارزميات بحث محرك بحث جوجل عشان ترتب الفيديوهات دي للمشاهد بعد عملية البحث اللي تمت في محرك بحث جوجل او محرك بحث اليوتيوب. حاجتين مهمين او عاملين بتستند عليهم، اول حاجة مدى ملائمة المحتوى والعنوان والوصف، يعني محتوى الفيديو وعنوان الفيديو ووصف الفيديو مع عملية البحث. التوافق هنا درجات، التوافق بين المحتوى والعنوان والوصف للفيديو مع عملية البحث اللي تمت على الكلمة الرئيسية اللي هي الربح من اليوتيوب، في درجات بتتفاوت. في فيديو بيصيب 9 من 10 مثلا، فيديو آخر بياخد نسبة 8 من 10، فيديو آخر بياخد 7 من 10، وهكذا. تمام، يبقى ده أول عامل بيأثر في ترتيب الفيديو. تاني عامل وهو الفيديوهات الأكثر تفاعل أنا آسف من عملية البحث. معناه إيه الكلام ده؟ يعني 10 فيديوهات دول بيتم ترتيبهم أول حاجة قلنا بمطابقة أو مدى ملائمة المحتوى بتاع الفيديو وعنوان الفيديو ووصف الفيديو مع عملية البحث اللي تمت عن الكلمة اللي احنا ادينا مثال عليها اللي هي الربح من اليوتيوب. طيب الخوارزميات البحث رتبت الفيديوهات دي من 1 إلى 10، بس خلي بالك في عامل تاني ممكن يخلي الخوارزميات دي تعيد ترتيب الفيديوهات في نتائج البحث، اللي هي ايه؟ اللي هي مدى او الفيديوهات اللي حققت تفاعل اكثر. ايه هي بقى اللي احنا بنقول عليها مقاييس التفاعل؟ تاني النقطة دي عشان تركزوا حضراتكم فيها، يعني هي رتبت 10 فيديوهات دي من 1 إلى 10، لكن في الفيديو رقم 5 مقاييس التفاعل هقولها لحضراتكم عشان تفتكروها وتعرفوها، اللي هي الإعجاب على الفيديو أو عدم الإعجاب، برضو بيعتبر من ضمن مقاييس التفاعل، واشتراك المشاهد أو المستخدم في القناة وقت مشاهدته للفيديو نفسه. تمام، يبقى دول 3 حاجات كمان، مدة المشاهدة الواتش تايم، الفترة اللي قعدها المشاهد على الفيديو وشاهده.
احنا قلنا الفيديو ده كان ترتيبه رقم 5. تخيل حضرتك ان ممكن يتم اعادة ترتيب الفيديوهات تاني، تمام، في نتيجة البحث وفقا لأهم عامل وهو الواتش تايم، احتفاظ الفيديو بالجمهور. كلما احتفظ الفيديو بالجمهور فترة أطول ده بيبقى محبب لليوتيوب، لأن الفيديو هنا بينال على نسبة أكبر من رضا المشاهد، واليوتيوب هدفه أصلا هو رضا المشاهد والاحتفاظ بالجمهور لأطول فترة ممكنة. بالتالي بيعاد ترتيب هذه الفيديوهات في نتائج البحث. أنا كده فسرت لك كم معلومة يعني في عجالة. أول حاجة قلت لحضرتك البحث في اليوتيوب بيشتغل زي وزي بحث جوجل، هدف بحث جوجل وبحث يوتيوب واحد هو عرض النتائج الأكثر ملائمة مع عمليات البحث التي تمت على كلمة رئيسية معينة. لكن هنيجي ازاي بيرتب الفيديوهات بقى عشان يعرضها على المستخدم بعد ما يكتب الكلمة الرئيسية في محرك البحث؟ قلنا في عاملين بيأثروا. قلنا أول عامل هو مدى ملائمة المحتوى، محتوى الفيديو، عنوان الفيديو، وصف الفيديو مع عملية البحث اللي تمت بالكلمة اللي احنا قلنا اللي المستخدم دخل في بحث يوتيوب أو بحث جوجل وكتب الربح من اليوتيوب. مدى ملائمة التلات حاجات دول في الفيديو مع الكلمة الرئيسية اللي بحث عنها المستخدم أو المشاهد. لكن في عامل مهم آخر ممكن يعاد بسببه ترتيب هذه الفيديوهات في العرض على المستخدم في الظهور، يعني بعد تفسيرها، بعد ما بتكتب مثلا الربح من اليوتيوب في محرك البحث بيظهر لك فيديو 1، 2، 3، 4، لحد 10. احنا ادينا مثال. لكن العامل الثاني اللي هو تحقيق الفيديو لتفاعل اكبر بيبقى له اولوية، وده بيتسبب في إعادة ترتيب هذه الفيديوهات مرة أخرى، خاصة إذا كان الفيديو في مدة مشاهدة أطول أكبر. عشان كده إحنا بنفضل الفيديوهات الطويلة. دي نمرة واحد ومهمة جدا اللي هي الواتش تايم، احتفاظ الفيديو بالجمهور لأطول فترة ممكن. هتيجي تسأل حضرتك سؤال، طب هل ده بيتعلق بالفيديوهات اللي حققت أكبر عدد من المشاهدات ولا احتفاظ بالجمهور أكتر؟ لا طبعا الاحتفاظ بالجمهور للأولوية في الترتيب عن عدد المشاهدات اللي تمت على الفيديو. دليل كده حضرتك لو دخلت وكتبت أي كلمة رئيسية في بحث اليوتيوب هتلاحظ إن في فيديوهات أخدة ترتيب الأول في نتائج البحث الأولى قبل فيديوهات أخرى، رغم ان الفيديوهات اللي اخدت الترتيب الاول دي ما حققتش نفس عدد المشاهدات اللي حققتها ايه فيديوهات اخرى متاخره في الترتيب. الرانك على او النتيجه او الترتيب اللي حصل بيرتبط اكثر بمده احتفاظ الفيديو بالجمهور. الفيديو القادم ان شاء الله هتكلم عن الكلمات الرئيسية المستهدفة، هتكلم عن ازاي تختار الكلمات المفتاحية اللي انت ممكن تتصدر بيها فيديوهاتك محركات بحث اليوتيوب عشان تقدر تتحصل على مشاهدات من بحث اليوتيوب. بانتظاركم في الفيديو القادم يا شباب، تحياتي لكم جميعاً.